ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. تخرج الله عنك. مخصوص، دي مخصوصة. أعمال وشيخ غفرت لكم، دي مخصوصة مخصوصة أهل بدر بس، لكن مش مخصوصة بإيه بقى؟ ها؟ بأنه كل فعل فيه كل معصية لها لا حسنة تكفره. نعم سيدنا. طبعا حبيبي. يقول احسن الله اليكم، رفع الله قدرك على المقامات يا رب. القول اللهم ارزقني عملا يعادل شهور الهدى بدر والهجره، هل هذا تعدي الدعاء؟ نعم تعدي، لانه ما فيش احد سيقوم مقام اهل بدر ولا سيقوم مقام الهجره. الهجره لا يعدلها شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدر لا يعدلها شيء خالص، لكن سيكون مجاهدا في سبيل الله كما كانوا مجاهدين. نعم سيكون مهاجرا من الكفر الى الايمان، من المعصيه الى الطاعه. نعم لكن لا ينزل منزله الهجره للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزل منزله بدر. لو جاءت في هذا الباب احنا نقول لا معادله، انما هو الجزاء. زي كده قل والله احد تعدل ثلث القران. هل حقا هي ثلث القران؟ هل حقا ثلث القران؟ لا، لانه لما قال اطلع على اهل بدر في الهجره، ممكن الهجره لها مدخل فيها، اهل بدر لا. يقول احسن الله اليكم، لو ان احدا سب الدين هذا بلاد فلان، ان لله وانا راجع، قلت عليه هذا قد كفر، هذا صحيح او عليه؟ لا تأثم وقد كفر حقا. يقول أحسن الله إليكم، سب الدين كفر مستقل لا يحتاج إلى إقامة حجة وإزالة شبهة، ده معلوم بالدين بالضرورة. يقول أحسن الله إليكم، لما قلنا أن من قال لأخيه يا كافر فقد جاء بأحرومة إن كان جاهلا، أليس الجاهل أخو النسيان؟ ما له من نسيان في هذا الباب، أصلا ليس له أن يدخل في هذا الباب إلا مجتهد. هذه أحكام على الناس لا يتكلم بها إلا مجتهد. فإذا كانت الرعونة في الإنسان تكلم وكفر الناس على جهل، هذا قد تقحم النار على بصيرة. نعم شيء. القضاة ثلاثة، حتى الجاهل لو وافق الحق فهو في النار أيضا. خطأ بين، هذا معلوم بالدين بالضروره. فين كفر النوع؟ فين مسألة إقامة الحجة وشهادة الصبا التي نحتاجها في ذلك؟ في إيه تأويل سب الدين؟ ولا أي شيء. المتأخرون كابن عابدين قال كأنه يسب الديانة، بعيد جدا. سيدي أخونا الفاضل ينصح يقول اجلس في مجلس حضرتكم العالم والجاهل، وخاصة على التواصل سيد التواصل، فربما إذا وجد داخل العنب بتقول سحر، يعني ربما يفهم هذا، يفهم إن ده سحر؟ لا يفهم إن هو ده بيبطل السحر حقا يعني. لا لا، العنب ليس لإبطال السحر. إلا نعم أحسن الله عليك. يقول أحسن الله عليك، ما الذي يترتب على كون النية شرطا أو ركنا؟ لا شيء، لا ثمر كثير في هذا الباب الا الاقتران عند التكبير فقط. يقول تفضل استاذ احمد، وزب الله عن عرضك كما تزب عن اراضينا. رضي الله عنك حبيبي، رضي الله عنك، تفضل. يقول احسن الله عليكم، من سب دين الله عياذا بالله من الخدام، يجب عليه ان يغتسل مع التشهد بعد التشهد؟ لا يجب، عند الجمهور لا يجب الاغتسال، لكن هو لابد ان يقول لا اله الا الله لا يدخل الاسلام مره ثانيه. يلا بينا شيخ على معلش الحديث، احنا دخلنا باب جديد. الحمد لله.
ما زلنا مع كتاب الطهارة باب التيمم، دخلنا في باب جديد وهو باب التيمم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين في كتابه بلوغ المرام باب التيمم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. قال وذكر الحديث. قال في حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قال وعن علي رضي الله عنه عند أحمد رحمه الله: وجعل التراب لي طهورا. قال عن عمار رضي الله ماشي تفضل تفضل. لا سيب عمار، سيب عمار احنا تخش مسالك طويله. جزاك الله خير، احبك الله بايات رضي الله عنك، انا احبكم حبا جما. الله يجمعنا دائما على مرضاته، اجعلنا من اهل نصرة دينه، اللهم امين يا رب. طيب باب التيمم. نعم. اصل التيمم تامم، فابدلت الهمزه ياء، والتيمم لغه هو القصد. أما اصطلاحا مسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص. والقول هنا مسح الوجه واليدين بالصعيد لأنه تغفلنا مسألة الخلاف حتى يأتي الأمر على موافقة الكتاب. قال صعيدا طيبا. والتيمم مشروع بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما من السنة فحذيفة قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، قال لا هذا بال قائما ثم توضأ. ورد عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض، أو قال وجعلت تربتها لنا طهورا إن لم نجد الماء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يجد الماء ولو لعشر سنين، فإذا ورد الماء ها فليمسه بشرته. وبعضهم قالوا القياس على ذلك لأنه الإنسان خلق من تراب، أطهر ما يكون، والتراب أخو الماء في الطهارة، فإن فقد الماء ذهب المرء إلى قرينه. وقال هذه مادة القياس في هذا الباب. الحديث حديث عظيم جدا، حديث فيه معجزات وفيه بيان دلائل النبوة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وهذه أصلا باب تفضيل، باب تفضيل. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، وأفضل الأنبياء والرسل. قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقلنا في التفسير في ابن جرير الطبري احتج بقراءة أولئك هم خير البرية، بقراءة أولئك هم خير الإيش البريئة، وقال البريئة هي الخليقة. قال الصالح أفضل من الخليقة، إبدا سيد الصالح اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل الخلق أجمعين. فقد قال ابن عباس تصريحا: والذي نفسي بيدي، ما خلق الله جل وعلا وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الحديث في رواية أخرى: فضلت على الأنبياء بست. وهنا فضلت بخمس، وفي رواية فضلت بست، وهذه فيها دلالة على التفضيل، على التفضيل. وفضله النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأمور. قال: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي. وثم بين الفضائل هنا: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم. أرجف الله القلوب عندما يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: يجهز لكم ترتجف الأفئدة، تهتز الأركان، يسلمون المكان، يسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب، وهذا جند عظيم جدا. ارتجاف القلوب هذه مسألة عظيمة، يجعل الله لك هيبة في صدور الأعداء. هذه نعمة من الله جل وعلا على نبينا. قال الله تعالى، كلام عظيم، قال الله تعالى: إذ يوحي ربك للملائكة، ها إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فقال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، رجفة القلوب، نصرت بالرعب مسيرة. لما يسمعون شهرا يسلمون من ارتجاف القلوب والهيبة والخوف والرعب الذي يصيبهم مسيرة شهر. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا،
وطهورا، ورجعت لها الأرض مسجدا. وهذه فيها دلالة على تفضيل هذه الأمة على اليهود والنصارى. لا يستطيعون الالتقاء بالله جل وعلا إلا في البيع والصوامع، لا يستطيعون الالتقاء بالله جل وعلا إلا في البيع والصوامع. هنا جعل الله كل شيء تستطيع أن تطرق باب ربك جل وعلا. وجعلت لها الأرض مسجدا، ومسجدا يعني للسجود. وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، قال وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فهنا أتى بحكمين، جعلت لها الأرض مسجدا، يبقى في كل مكان تصح الصلاة على التعميم. وهذا التعميم يخصه قرائن، منها أن تكون الأرض طاهرة، يعني الأرض التي يصلي عليها تكون طاهرة. وش الدلالة أيها المحدث اللامع؟ لو تعرف دي الثانية، لو تعرف الثالثة يا حبيب قلبي. طب خلاص ماشي. بل العربي في المسجد، فقال له اهريقه، لما ما يصلى على النساءات. وايضا شيء ثاني، ها نعم، فخلعها، فقال ان جبريل اتاني وقال ان في نعلك ايش. فبقى وجه الدلاله بقى هنا. يا ابن الحلال، لا يا ابن، مش هو ده مش خلاص، هو عليها واقف عليها. لا، ما هو قال ما فهم الصحابه مرابط الابل، مرابط الابل او معاطي الغنم ليس الامر على النجاسه والطهاره. انا بس بعد الاذان نتكلم. ايضا يشترط اشرقت الانوار وجاءت الشمس وبعد المغيب. شوف نادر بفرحه عند مجيئك. تفضل رضي الله عنك. فأقول الثاني أيضا يشترط الأرض ألا تكون مغصوبة، لأنه لا يجوز الصلاة على الأرض المغصوبة. والخلاف بين العلماء في صحة الصلاة على الأرض المغصوبة. من قال، شوف النزاع واصل هنا في إيش، من قال بأن مطلق أنها يقتضي الفساد قال الصلاة باطلة، ومن قال على التعميم يعني، ومن قال بأن الجهة مفكة قال الصلاة صحيحة، وهذا الذي ندين الله به. قال وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، الأرض طهور أصل قول الله جل في علاه، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهنا في قوله الأرض، يبقى كل ما صعد الأرض إيش يكون طهورا، سواء كان صخرا، سواء كان ترابا، سواء كان رملا، سواء كان حجارة، سواء كان رطبا، سواء كان سبخة كملح، كل ذلك ما صعد على الأرض صح التيمم به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. خالب شيخ أبو مصعب الوالدة أكيد تعبانة جدا، اللهم اشفيها الإخوة، تأمن يا شيخ، اللهم اشفيها، اللهم عجل لها بالشفاء، اللهم ارعاها برعايتك يا رب العالمين، اللهم اشفيها، اللهم بحق لا إله إلا الله عجل لها بالشفاء، اللهم أطل في عمرها وأحسن في عملها يا رب العالمين. أسأل الله أن يقر عينك بتمام الشفاء أبا مصعب، وأسأل الله أن يعجلها بالشفاء وأن يطيل في عمرها وأحسن في عملها، اللهم أمين يا رب العالمين. أخي وجبت الزيارة، الله يكرمك، فانظر كيف نصل إليك. الله يشفيها، الله يشفيها، الله يعجل لها بالشفاء، اللهم عجل لها بالشفاء يا رب، اللهم عجل لها بالشفاء يا رب، اللهم. في قولي كما قلت الأرض مسجدا وطهورا، كل ما صعد الأرض يصح التطهير به. وهذا قال به المالكية وقال به الحنفية في الجملة، في اختلاف بينهم أيضا في التفصيل. والشافعية والحنابلة خلافوا في ذلك وقالوا لا يصح إلا بالتراب، وأيضا ليس أي تراب، لابد للتراب أن يكون له غبار. لما؟ لأنه قال نص الأمر أن الإنسان في حديث عمار الذي سيأتي أنه ضرب على الأرض فإيش؟ نفخ، والنفخ دي معناه إيه؟ غباره، فنفخ ثم مسح يده وجهه ويديه. وحقيقة هذا فرض من فرض العموم لا يخصص عامة. قالوا وعندنا الدليل في ذلك، قال وجعلت لي تربتها، في الرواية التي أتى بها عند مسلم قال وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء.
فقالوا هذا تقيده الآن، هذا وصف مقيد، مش كل الأرض بل التربة التراب، ولابد يكون غبار كمان لفعل السلام من عمام. قلنا ولما أليس الحكم واحد والحكم مختلف؟ الحكم واحد ولا مختلف؟ واحد. يبقى الذي يذكر في هذا الباب ليس تخصيص، فرض من فرض العموم، ذكر فرض من فرض العموم إيش؟ لا يخصص، لكن يؤكد أن الأفضل أن يكون إيه؟ أن يكون التبار والتراب ويكون الأول. هذا الأفضل والأكمل، هذا الأفضل والأكمل. قال وجعت لي تربتها لنا طهورا. قال إن لم نجد الماء، في الحديث هنا قال إن لم نجد الماء، وهذا موافق لقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء، وهذا في تفصيل، لأن فاقد الماء يفقدها حقيقة، وده الأصل في ظاهر الآية وظاهر الحديث، ويفقدها حكما. فقدان الماء حكما، بئر فيه ماء عليه الضباع أو سبع، فهد، نمر، أسد، ما استطيع أصل إليه، يخاف، ممكن يقتل، يعني يأكلونه ولا يسمون، وهم لا يسمون أصلا. أيضا يكون الماء الذي معه ليش؟ للشرب، ماء الذي معه للشرب، ولو توضأ به عطش حتى الموت، أو يكون مريضا، وهنا المريض لا يستخدم الماء ابتداء إما للموت أو لتزايد المرض أو للألم، يكون أصلا فاقد للماء، كحديث الشجة قال قتلوه قتلهم الله، فهذا فاقد للماء حقيقة ولا حكما؟ حقيقة ولا حكما؟ حكما، فاقد الماء حكما. فهنا قال إذا لم تجد الماء، يعني إذا لم تجد الماء حقيقة أو حكما. فقالوا إذا توضأنا به عطشنا، قال توضأ بماء البحر، يعني لو ما في بقى من البحر يبقى يعمل إيش؟ أتأمل. استأمل بقى في السفينة خشب، إذا قلنا ده طالع من الأرض ومن الشجر فلهم ذلك. طيب الفوائد المستنبطة. وهنا قال وجعل التراب طهورا. لا بقي مسألة أخيرة، إيش بقى المسألة الأخيرة؟ نصير المح بقى وانت جالس. لا ده في مسألة لسه ما تشرحتش، أقول كده يلزمني قبل الفوائد المستنبطة مسألة أخيرة. الحكيم صاحب البنايات الكبرى الوزتين، الصلاة لو واحد بيصلي يا ابني بلاش فهلوة يا ابني، عندك قل مش عندك اسكت. شيخنا في صفة التراب ماشي قصص الاستوي، احسنت، هذا الذي اريد. هل التراب يكون رافع ام ايش؟ هو طبعا بيقولك رافع ولا خافض، هو عمال كده رافع ولا عمال فاهم رافع، يعني المساله اقول هل التراب رافع للحدث ام مبيح للصلاه؟ هل رافع للحدث ام مبيح للصلاه؟ واحنا قلنا هنا لما يسميه النبي صلى الله عليه وسلم طهور، فالطهور هو ايش؟ الرافع، الطهور والرافع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور، طهور المسلم ولو العشر سنين، يعني رافع. وهذا يجعلنا نقول في الخلاف مسألة أنه يصلي به الصلوات ما لم ينتقد، ويصلي به النوافل والفرائض تباعا، ولا يتأمم، ليس له أن يتأمم مع كل صلاة على ما قال الجمهور في هذا الباب. وحقيقة الأمر التراب رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة، والأصل في قوله وجعل التراب لطهورا. الفوائد المستنبطة، النبي أفضل الأنبياء على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، رحمة الله بالمؤمنين، يطرقون بابه في أي مكان وأي وقت وأي حال كان، جعلت لها الأرض مسجدا، لا 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 الكنائس ولا البيع ولا الصوم. من صيغ العلوم العموم أي، فأيما رجل أدركته السلام، كل أحد، وهنا رجل هنا جايش يا ولدي يا كريم، ومع أي ده الكلام الموزون ده شيء، مع ذلك المرأة، شوف الحكم كبير، نعم جاء تغليبا، فالمرأة أيضا تدخل في ذلك، يعني أيما امرأة أدركتها الصلاة تصلي. لكن بقى هنا اخترعنا اختراعات، قالت عشان انا في الحديقه والرجال حولي حصل لي جلسه، مش ما حد يراني راكعه ساجده بعدين، ها
ما بتتوضاش. لا ده بقى بعد كده هيخترعوا لنا الوضوء الهندي. انتوا عارفين الوضوء الهندي؟ بيقف عند الحرم بيفتح السنبور، سنبور ما فيش ميه اصلا، فبيفتح بيتوضى، فاهم؟ اسمه بانتومايم، فاهم؟ ده الوضوء الهندي اللي شغالين فيه الان. والاخت تقوم جايه ماسكه بتمسح على تاخد لك عشان ما حد يرى يدي. ما انت ما توضيتيش، مشكله كبيره. وتقول اجلس، خطا بين ايضا، لكن لها ان تصلي حيثما كانت، لها ان تصلي وتقوم وتركع، نعم، وتذهب الى مكان تستتر فيه، نعم، تجعل احد يسترها، نعم، لكن لا تضع لا تترك الصلاه. ذكر فرد من افراد العموم لا يخصص. الأحكام الشرعية منوطة بالألفاظ الشرعية، اللغة لا تتحكم في ذلك، منوطة بالألفاظ الشرعية. تأتي تفصيل المسائل إن شاء الله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.